اليوم باش نحكي لكم على منا وفينا باش تسمعوا اقوى حكايه على الامريكان دريم في تونس. عبد بدات المهم اللوطه لين كي يحكي يعمل ليكو لين ولا من اقوى السياسيين في تونس في الحفران والتكامبين. اركشوا معنا باش تسمعوا قصه مصطفى بن اسماعيل. سقط سقط ماشي في بالهم سقط انا واصحابي سقط والناس اللي معايا سقط. في عهد البيات خرجوا برشا حكايات على البذخ نتاعهم وتكامبين في القصورات وين كان كل شيء ممكن وين اي حد وقتها من اللي كان نكره ينجم يولي الفاتق والناطق في الشقيقه والرقيقه. الفئه من الناس هذوما ما كانوش موجودين برشا على خاطر الحكايه تتطلب تكامبين حسابات وصحه رقعه. ثلاثه هذوما لمهم عمك مصطفى بن اسماعيل تانوس في زمانه. السيد هذا كان من أشهر رموز الفساد في العهد الحسيني وجي تشوف توا ما تبدلوش برشا. أما قبل هذا الكل خلنا نبداو بالأوريجين ستوري بتاع صحيبنا اللي بدأت كما أي شرير عادي. مصطفى بن إسماعيل مولود عام 1058 في تونس. وقت وصل عمره 8 سنين كانت حالته مكربة حوايجه مقطعة وكان يتلفح في المدينة. خدم مديدة صغيرة في سوق البلاد لين عرفوا واحد من الحراس بتاع السرايا وهزوا معاه. أما ما كانش عمره 8 سنين وقت غادي ونبدأ ذي American Dream. عمك المصطفى طلع في مدة قصيرة برشا وين تباع الأمير لواء حراسة السرايا بباردو ب 500 ريال أكاهو. وقتها وين بدأ العرض تقلقوا شوية سهلة برشا رشة قويدة على رشة كامبين وتلقى روح كوامية في دار خالتك وكما يقولوا الفرنسيس لحبس. بشوية بشوية عمك مصطفى عرف دغاغر السرايا ودخل في سياسة الحكم الكل لين ولا يسير في القصر عبارة جيب ستاجير من غدو يجي صبلك شهري. وقتها تربطت علاقة مصلحة بينه وبين مصطفى خزنة دار وبدأوا يكوفريو على بعضهم. السيد مزاج اللي هو دجا في المعمعة بتاع الحكم تي معناها منه للكيس زيد حربها بتحايل على أحباس كما لو قافت على المدرسة الصادقية وخاصة هنشير جلومباليا. بعد ترقى وولى وزير البحر وكان بصها الخير الدين وجابوا على بر مش تبحر ذيك راه وكمل وحل فيه تهمة الانقلاب ولا هو وزير في بلاستو. ومش هذا برك السيد خذا رشوة مليون فرنك باش كمل السكة بين جندوبة وتزاير. وكانكم على أمور ولا الوطن وينها مندروش ما فمش ما يعرفهاش في المعجم بتاعه تاسي مصطفى مشي موجودة. وكمل بعث للعثمانيين وقال لهم يا الولاد ايجيو تحتلونا وتعاودوا تنظموا المملكه اما على شرط ناولي العهد. اما العثمانيين قالوا له لا امور وطنيه استوفا كان ما يفادلكش المملكه كانت كي بيت نومه ومحمد الصادق بيه كان كل خاتم من سويبه. اما من التوب تروا خيانات بتاعه كونه قبل رشوه باش ركبها للبي يصحح على الوثيقه بتاع الحمايه تاع فرنسا عام 1881 ونهارتها تونس تبعت كي كعبه الملاوي وجا استوفا زادها الفخماج. وقت اللي مات البي نهار 28 اكتوبر 1882 شمها الصوفة قارسة هذا شلقيته وما لقيته من الفلوس اللي نجم يلمها ومشى لاسطنبول وين مات فيها عام 1887 ما غير لحس ولا شوشرة. مصطفى عبد بالحق بدا من الصفر وعرف يستعمل الشاغم نتاعو والتكنيكات تاع الحفران في تكامبين وريق البارد. هو استربي راه مات في 37 سنة ما كانش راه تو تابعين لوروب تابعين لوروب مش خايب. مصطفى مصطفى